السلام عليكم. في واحدة من المقاطع القديمة تكلمت عن جميع ألعاب بيرسونا، والزبدة المقطع كان بيض، بس ناس كثيرين سألوني من أي جزء يبدون فيه، وهذا واحد من الأشياء الغبية اللي نسيت أسويها. لذا هيا ننطلق. حريبا. طبعا أول شيء لازم أقوله، مو بلازم تلعب ألعاب بيرسونا بالترتيب، أبدا لا تلعبها بالترتيب، عشان بيرسونا 1 و 2 و 2 2 صعبات مرة، إلا إذا تشوف نفسك أسطورة وقوي وتبي تلعبهم. طيب من وين تبدأ؟ إذا تبي الجواب على غفلة، بيرسونا 5 رويال. وطبعا بيجيني سؤال، وش فرق رويال عن بيرسونا 5 العادية؟ أنصحك تتابع هذا المقطع اللي بحطه في الديسكريبشن من أخونا أرب بيرسونا. بس إذا لين الحين ما فهمت، تخيل أن بيرسونا 5 همبرقع، أوكي؟ وبيرسونا 5 رويال نفس الهمبرقع مع كاتشب. هي نفس اللعبة بس مع تحسينات وإضافات كثيرة وفيها تكملة للقصة. طيب واللي عنده بيرسونا 5 العادية وش يسوي؟ هل يسحب عليها ويشتري رويال؟ القرار قرارك، يمديك تلعبها وتشوف التكملة حقت رويال في اليوتيوب إذا تبي، أو أنك تشتري رويال كيفك. طيب ليش تبدأ من بيرسونا 5؟ عشان هالأسهل. الأسهل مو بيعني أنها ميب صعبة، يعني هي الأسهل أنك تدخل فيها عشان تعرفك على نظام اللعب. نقول انك خلصت بيرسونا 5، عندك بيرسونا 5 سترايكرز اللي احداثها تصير بعد القصة، وهي لعبة ووريرز نفس طريقة لعب ون بيس ووريرز وداينستي ووريرز وكذا. هي مو بزي العاب بيرسونا الباقي اللي نظامها تبادل ادوار، بس اللعبة ممتعة جدا وانصحك تلعبها. طيب وبعد ما لعبت بيرسونا 5، الحين انت اختر وش تبي تلعب، بيرسونا 3 او 4؟ وعندهم نفس سالفة رويال اللي هي العاب تحسينات وتكمل القصة، لكن مشكلتهم الكبيرة انهم بوب موجودين على البلايستيشن 4. بيرسونا 3 فيز موجودة على البلايستيشن 2، اما بيرسونا 4 جولدن موجودة على البلايستيشن فيتا والبي سي. يعني اسهل لعبة انك تلعبها من بينهم هي جولدن اذا كان عندك بي سي. بس بيرسونا 3 فيز فيها مشكلة ثانية، وهي انه ما يبديك تتحكم بشخصيات غير البطل، والباقي يتحكم فيهم الكمبيوتر. بس بيرسونا 3 بوردبل حقت البي اس بي يمديك تتحكم بالشخصيات اللي معك فيها، وعشانها في البي اس بي يمديك تلعب بمحاكي في جوالك مثل بي بي اس اس بي بي. بس الشيء الوحيد اللي انا انصحكم تسوونه انكم تنتظرون، يعني بعد ما تخلصون من بيرسونا 5 تنتظرون اطلس ينزلون الالعاب الباقيه على البلايستيشن 4، عشان في اشاعات ان بيرسونا 4 جولد بتنزل عليه. طيب بعد بيرسونا 4 فيه بيرسونا 4 ارينا اولتيماكس اللي هي لعبه فايت، اذا تحس انها بتكون صعبه عليك هم سهلينها مره للناس الجدد، ويمدي اي واحد يلعبها بدون اي صعوبة. لها قصة تكمل احداث بيرسونا 4 وفيها شخصيات بيرسونا 3، يعني في حرق شوي لبيرسونا 3، فاذا تبي تلعبها بدون حرق لا تلعب طول القصة. وهي كانت لعبة نازلة على بلايستيشن 3 والاكس بوكس 360، وتوهم نزلينها على بلايستيشن 4 وستيم والنينتندو سويتش. بعدها لعبة بيرسونا 4 دانسينج، هي لعبة الرقص الوحيدة اللي فيها قصة زينة غير العاب الرقص الباقية، وهي اللعبة اللي تنهي قصة بيرسونا 4. بس عشان تلعبها على البلايستيشن 4 لازم تشتري الحزمة اللي فيها بيرسونا 3 و 5 دانسينج. ليه؟ ما ادري، ما يمديك تشتريها لحالها. وبس كذا. واخر شيء ابي اقوله، مو بلازم تلعب العاب السبين اوف كلها اذا ما تبي، يعني اذا لعبت بيرسونا 5 ثم رحت لبيرسونا 3 ورجعت لبيرسونا 5 سترايكرز، اهم شيء تكون لعبت اللعبة الاساسية. اذا عندك اي سؤال اكتب في التعليقات وبجاوب عليه ان شاء الله. طيب نقول الحين انك اسطورة وشات لعبت كل العاب بيرسونا، وش تسوي بعدها؟ دعني أعرض عليك هذه اللعبة الحلوة مرة. من أوستات، من رسم، من قصة، من جيم بلاي، كله موجود في هذه اللعبة، واللي أخيرا نزلها جزء ثاني بعد 14 سنة، واللي لها ديمو يمديك تجربها الحين. والأنمي، الأنمي ما أتكلم عنه، وفي كلمتين والله لو تقولونهم عنها والله تقلد بيرسونا. وكذا يكون خلص المقطع. اذا عجبكم الجيم بلاي اللي شفتوه، سويت مقطع يشرح كيف تلعب الشخصيه مع نصايح وكومبوات، وفي المقطع اللي قبله تكلمت عن افضل 100 انمي في التاريخ. اذا ما تبون تشوفونه عادي، بس اتمنى على الاقل انكم تشوفون اخر دقيقتين عشان يتعبت فيها في التعديل. وتذكرون في مقطع بيرسونا اللي قبل انهيته بتير ليست مال ام فايده ودخل، هذا كان غباء مني. بس الزبده، الى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ان شاء الله بنقيم كل شخصيات قلت غير